هذه المجلة إنها رائعة للإلهام، توجد الكثير من الأساليب المثيرة للاهتمام. واو، انظروا إلى هذا أنيق جداً، سيناسبني كثيراً، سأجرب هذا. من الأفضل أن أتفقد علبة المكياج خاصتي. أوه، لدي الليتر، سيفي هذا بالغرض. سأغمس إصبعي فيه، لا أحتاج إلى الكثير، ثم سأتعلق. سأضعه على وجنتي الآن. ماذا؟ هذا ليس صائباً. لما لم ينجح الأمر؟ من أنت؟ أنا عرابة المكياج خاصتك. أين كنت طوال حياتي؟ أحتاج إلى قليل من البهرجة على وجهي، لكن الجليتر لا ينجح في تحقيق ذلك. ألم ينجح؟ هذه مشكلة، لكن لا تقلقي، لهذا أنا هنا. كنت آمل أنك ستقولين ذلك. سأخفقه قليلاً. أنت استيقظي. يوهو، مرحباً أيتها الناعسة، حان وقت النهوض. ماذا؟ أمي، لا يمكنك النوم طوال اليوم. يا له من حلم غريب. أهلاً، كيف وضعت المكياج لي؟ هيا فكري، أعتقد أنني أتذكر. أوه، لقد عدت، لقد فاتك أفضل جزء. أردت أن أعرف ما التالي. لما كان على أمي أن توقظني؟ ماذا يمكن للمرء أن يفعل؟ ماذا تفعل أمي؟ احتس الماء أيتها النباتات. أوه، تبدين عطشة. أهلاً، يبدو ذلك مألوفاً. هذا هو الحل. أعتقد أنني حللت اللغز. كنت أعلم أن بإمكانك النجاح. أحتاج إلى نبتة صبار فحسب. أمي، هل يمكنني الحصول على هذا؟ ماذا؟ أين ذهبت؟ هذا ما أحتاج إليه تماماً، لنفعل هذا. سأزيل جذعاً من نبتة الصبار، ثم سأحتاج إلى زجاجة صغيرة. سأضغط على الورقة حتى تخرج عصارتها. يمكنني تجميع العصارة في برطمان. انظروا إلى كل عصارة الصبارة الرائعة هذا. أحتاج إلى الجليتر الآن. سأسكبه في زجاجة، لا أريد سكب أي شيء. يكفي هذا، ثم أحتاج إلى مزج هذا. سأستخدم عصا خشبية لخلطهما معا. يبدو هذا جميلا جدا، أنا متحمسة لوضعه. أعتقد أنه جاهز. أحتاج إلى غطاء الزجاجة. سأستخدم موزع. لقد انتهيت، سيغير هذا روتين المكياج الخاص بي، وكل هذا بفضل عرابة المكياج خاصتي. لنجرب هذا، سأضغط لأخرج كمية قليلة على يدي. أحياناً البساطة لها تأثير كبير. سأضعه برفق على عظمة وجنتي، سيبدو مكياجي رائعاً وستبدو بشرتي متوهجة. سأفعل هذا على الجانب الآخر، أحتاج إلى وضعه برفق. وها قد انتهيت، هذا مثالي، أتوق للتباهي به. أوف، كل شيء مبلل، أنا في حالة بائسة. شعري ومكياجي. أوه، المطر ينهمر بغزارة، من الجيد أني أحضرت مظلتي معي. أوه، هذا ظلم. يا إلهي، ماذا حدث لك؟ أفسد المطر كل شيء. أجل، يحتاج شعرك إلى مساعدة. أو مهلا، خطرت لي فكرة جهنمية. انظري، مجفف الأيدي هناك. ضعي رأسك تحته، ستنجح هذه الفكرة، ثقي بي. جيد، دعيه يجفف شعرك. مستحيل، لقد جفف شعري بالكامل. كما قلت، شكرا على مساعدتي. هل يمكن أن يكون الأمر بهذه الصعوبة؟ إنه مجرد طلاء شفاء، استخدميه برفق وبطء فحسب. كيف تجعل الفتيات الأمر يبدو سهلا للغاية؟ هذا لا يسير على ما يرام. لا أمل في هذا. شفتان مثاليتان كالعادة. واو، تبدو جميلة للغاية. أظن أنني بحاجة إلى بعض النصائح. مرحبا يا غابي. لديك بقعة صغيرة على وجهك، خذي هذا. شكرا لك. وضع طلاء الشفاء ليس صعبا، شاهدي هذا. خذي درجتك المفضلة ومرسمي خطا للأسفل في منتصف شفتيك، ثم ضمي شفتيك معا. أنت تمزحين، أليس كذلك؟ ثقي بي، اعترفي، لقد أبهرتك. واو، هذا
عدم وذهل. تمني لي التوفيق. أرسم خطا ثم أضم شفتي معا. هكذا تماما. هذا ممتع. واو، لقد نجحت. أحسنت عملا. كنت أنتهي من هذه البكرات. آخر بكرة. انتهيت. سيبدو شعري رائعا. حان وقت النوم. أنا متحمسة لرؤية تموجات شعري في الصباح. سأخلد إلى النوم الآن. آي، هذا مزعج. حسناً، سأنام على جانبي، سيساعدني. أوه، لم يساعد على الإطلاق. حسناً، هذا الجانب أفضل. ابتعدي عن طريقي أيتها البكرة. كل ما أريده هو النوم والاستيقاظ بشعر مموج. لقد طفح الكيل. سأزيلها كلها. يبدو أن شعر الأملاس قدري محتوم. هذا ظلم. لحظة، خطرت لي فكرة. حسناً، سألف شعري أولاً ثم سألفه حول رأسي هكذا. سأثبته الآن بمسبك. ممتاز، إنه ثابت في مكانه. أجل، هذه طريقة رائعة. حسناً، سألف الآن الجزء الثاني من شعري ثم سأضعه على الجانب المقابل أيضاً. مسبك آخر وانتهيت. عظيم، سأحاول الخلود للنوم الآن. هذا مريح جداً، كما أنه مريح على الجانب أيضاً. حان وقت النوم. لقد نمت جيداً. أوه صح، شعري. سأفكه وأرى النتيجة. حسناً، سأحركه و... يا للروعة، لقد نجحت الحيلة. انظري إلى هذه الخصل المموجة. كانت الطريقة أسهل بكثير من اللفات المزعجة. تسريحة جميلة. أنا مستعدة لهذا اليوم. كدت أنتهي. ها أنت ذا، لقد حصلت على مظهر جديد تماما. ها؟ ماذا؟ لقد استيقظت. شعري، ماذا فعلت؟ لقد قصت غرتي. يبدو هذا سخيفا. يتطلب هذا تصفيف شعر طارئ. لابد من وجود شيء يمكنني شراءه. هذا ما أحتاج إليه تماما. سأبدو بشكلي الطبيعي سريعا. واو، يبدو هذا مذهلا. وسيكمل ذوق الشعر مظهري. كان ذلك أمرا مقلقا. كان يمكن أن يكون ذلك مخيفا للغاية. لدي مجموعة الفرش خاصتي وأقلامي. حسناً، أنا مستعدة. تفضلي بالجلوس. أوه جيد، أتطلع إلى هذا بشدة. يسعدني سماع ذلك. سنبدأ بقليل من مسحوق الوجه. ستبدين مذهلة. ما التالي؟ لون ظلال العيون هذا سيبدو رائعاً عليك. لا تتحركي، ابقي ثابتة. هذا يناسبك حقاً. هو نحتاج إلى الماسكارا. حسناً، والآن لنجعل شفتيك بارزتين. أحب هذا المنتج. إنه لا يخرج شيئاً. أعلم أن بداخله القليل. حسناً، هذا مزعج. أحب هذا العرض. هذا الرامي اللذيذ. هذا الرجل كريس، إنه يضحكني. أنا متأكدة من أنه كان معي شوكة. ستؤدي هذه الغرض. ضع الأنبوبة بين أسنان الشوكة ثم ادفعوا الشوكة للأعلى. سيخرج منها ملمع شفاء. لن تضيعوا أي كمية من المنتج. ضع الملمع في حاوية. لا أحتاج إلى هذه بعد الآن. هذه الحاوية تجعل الاستخدام سهلاً للغاية. لا حاجة إلى المعاناة في ضغط الأنابيب. ويمكنني استخدام فرشاة المكياج لوضعه. كان علي التفكير في هذا مسبقاً. يبدو هذا رائعاً. أعتقد أننا انتهينا. ما رأيك؟ أنت موهوبة للغاية. شكراً لك. لقد جاء شخص ما. يبدو أنها شخصية مهمة. هل هي بإمضائك أرجوك؟
يبدو المكان آمناً، لم أرصد أي تهديدات. لو صدق، إنها رائعة جداً. هذا مذهل. ماذا يحدث؟ رصدت الخطر. مهلاً مهلاً، انتظر، هسأت الفهم. تم القضاء على مصدر التهديد. أخيراً. أوه، لا أصدق أني سأدوس على هذا الشخص. أين ذهبت؟ تريد الحصول على إمضائها؟ شكراً على مجيئكم، أنتم أفضل معجبين. سألقي بقبلة لكل واحد منكم. أوه، ماذا؟ أو لا، أحمر الشفاه. أكره الشفاه الباهتة. لحسن الحظ، لدي بديل سري. سأنزع رأس هذا الميكروفون فقط. ها هو أحمر الشفاه السري. سأضع قدر ما أشاء. ممتاز، هذا يكفي. فالآن سأعود إلى المسرح. وشمعة، ينبغي أن يجعلها هذا سعيدة. لا أصدق أنني أفعل ذلك. رائع، كعكة عيد ميلادي، سأتمنى أمنية. عيد ميلاد سعيد، بلا بلا بلا، ورق ملون. لفتة لطيفة، هذا ما أعتقد. حسناً، لقد انتهيت من دوري هنا. تلك الأمور التي أضطر لفعلها. سخيفة جداً، لا تشبه الأيام الخوالي. حسناً، لنرى ماذا لدينا هنا. يبدو لا بأس بها حتى الآن، لكن لدي شعور ما. ربما لو شفتها. لنرى ماذا هنا. ماذا؟ دمية دب؟ إنه رقيق نوعاً ما، وهذا يدفعني إلى الجنون. هل هذه لي؟ فتحت هديتي؟ أنت شرير جداً. كم هو ناعم وجميل، أخيراً لدي صديق. ما هذا؟ إنه ليس لي. رائع، لديك رموش مذهلة. انتظر، يا له من عيد ميلاد سعيد. يبدو ذلك رائعاً. والآن على الناحية الأخرى، يا له من اختلاف. شعر بالملل. ما هذا؟ حسناً، دعينا ننتهي هنا. هيا بنا. هيهم، ادخلي إلى هنا. إنها زنزانة لطيفة. مرحباً زميلتي. عاطفة، ضبط الأطوار. ما هذا؟ أنت أيها الشاب، تعال إلى هنا. مرحباً، ماذا هناك؟ يمكنك أن تحصل على كل ذلك إذا سلمتني ما لديك. هذه الحلوى كثيرة للغاية. موافق، هذا قرار سليم. هيا خذها. حسناً، لحظة واحدة. ها هي. تشرفت بالعمل معك. تشرفت بالعمل معك. كم أحتاج لهذا؟ استعدي لتشعري بالغيرة. رائع، هذا مثالي. حان الوقت ليبدو رائعة الجمال. ربما ينبغي أن أجرب. أتمنى أن تكون كافية، لكن الأمر يستحق المحاولة. أنت هذه لك. ولم البدخ؟ سأرى ما لدي من أجلك. ها هو، تبدو صفقة عادلة. هذا كل شيء، لا يبدو ذلك عادلاً. مثيرة للشفقة. حسناً، هذا أفضل من لا شيء. لا يمكنني إدخال إصبعي حتى. حسناً، خطرت لدي فكرة. سأستخدم هذا المقص. سوف ينجح ذلك. سيفي هذا بالغرض، إنه جميل. حسناً، ماذا بعد؟ سيكون هذا اللاصق مفيداً. إنه أجمل إسفنج تجميل على الإطلاق. سأضعه فوق اللاصق، ثم أغمسه في مستحضر التجميل. سأحرص على أن يكون كافياً، ثم أستخدمه على وجنتي. إنه جميل. عندي، انظري. رائع، تبدو فتاة جديدة. مرحباً، هل يمكن أن نكون أصدقاء؟ حقاً؟ رائع. سأضع كتبي التي لا أحتاجها في الخزانة. سأرتب شعري أيضاً بما أني هنا. يبدو مرتباً الآن. يا للروعة، شعرها مذهل. إنه كثيف،
ومنفوش. واو، جميع الطلاب معجبون بشعرها. يا لروعة، أنت جميلة مثل النجمة السينمائية. اقبلي هذه الهدية البسيطة دباستي العزيزة. أقدرت لك هدية أيضا. إنها تتلقى هدايا من الطلاب. لماذا لا يبدو شعري مثل شعرها حتى أحصل على هدايا أفضل؟ ربما يمكنني تكثيف الشعر بالمشط. ستنجح هذه الطريقة، أنا واثقة. انتهيت، سيجذب هذا الشعر الأنظار. لحظة، لماذا ملمس شعري غريب؟ يا ويلي، أبدو مثل عروس فرانكشتاين. يجب أن أختبئ خلف هذا الكتاب. يكفي هذا، يمكنكم الانصراف. يجذب شعري الكثير من الاهتمام. ماذا؟ ما هذا شيء خلف الكتاب؟ أوه، شعرها بحاجة ماسة إلى مساعدة. ما الذي تفعلينه هناك؟ لا شيء، كنت أجرب تسريحة جديدة. لا تقلقي، يمكنني مساعدتك. كل ما تحتاجينه مثبت الشعر وهذا المشبك. هذا كل ما أحتاجه؟ هل أنت متأكدة؟ أولاً، خذي هذا المسبك ووضعيه في مقدمة شعرك، ثم رشي مثبت الشعر. استخدمي الآن مجفف الشعر لتجفيفه. ممتاز، هذا يكفي. حان وقت خلع المسبك الآن. انظري إلى كل هذه الكثافة، والطريقة سهلة للغاية. واو، يبدو شعري أكثر كثافة. أشعر أني عارضة أزياء. شكراً جزيلاً على المساعدة. على الرحب واسعة، استخدمي قوى شعرك الجديدة بحكمة. يا شباب، يجب أن أعدل مكياجي قليلاً. يا إلهي، أهلاً. مرحباً. لم يعرني أي اهتمام. عندي طريقة لجذب انتباهه. أحمر الشفاه الأحمر الصارخ يجذب الانتباه. الآن حان وقت المحاولة مجدداً. أهلاً يا جيك. أهلاً، حدث موقف رهيب في حصة الكيمياء. أوه، عاد لتصفح هاتفه. أوف، ما الذي يمكنني فعله لجذب انتباهه؟ لحظة، ما الذي أراه؟ ماذا؟ إنه معجب ببيتي. لن أسمح بهذه المهزلة. ألهمني أحمر الشفاه بفكرة، ستنجح بالتأكيد. حان وقت رسم شفتين على يدي. سأملأهما الآن، تبدوان جميلتين. وانتهيت، أنا ماهرة في الرسم. عظيم، حان وقت أخذ الخطوة التالية. خذ. ماذا؟ ما الذي حدث؟ هذا غريب، يبدو أني أتوهم. أوه، بيتي قادمة. أهلا جيك. أوف، إنها بغيضة، لكن حانت لحظة الحقيقة. حجزت مقعداً لك يا باتي. أوه، يا لك من شاب رائع. لحظة، ما هذا الشيء على رقبتك؟ ما الذي كنت تفعله من ورائي؟ ماذا؟ ما المشكلة؟ لا أصدق أني وثقت بك. أوه لا، هل فعلت ذلك؟ أنا آسفة. لا أصدق ذلك، سأريكما. ألا تبدو قطع الكاب كيك جميلة يا جيك؟ ربما تحتاج لإلقاء نظرة عن كثب. لكن لا أفهم سبب غضبك باتي. جيك، أنا آسفة على ما حدث لك، دعني أساعدك في تنظيفه. تودين تغيير لون شعرك ولكنك لا تودين الذهاب إلى صالون تصفيف شعر؟ لدي ما تحتاجين إليه. رشي صبغة الشعر على فرشاة، ثم مرري الفرشاة على شعرك، وهكذا ستنتقل الصبغة إلى شعرك. هكذا تماما. ويمكنك استخدام ألوان مختلفة، إنها طريقة بسيطة للغاية، ولكن النتيجة تبدو رائعة. لا حاجة إلى علاجات شعر باهظة. أحببت مظهري. انحني إلى اليمين ثم إلى اليسار. أوه، شعري يضايق وجهي.
المس الأرضية. يا اتسخ شعري من الأرضية. هذا مقزز، يجب أن أغسل شعري. تأخرت عن التمرين. أوه، ماذا؟ دعس ذلك الشاب شعري. يبدو أن آني تواجه مشكلة مع شعرها. آني، لدي حل لمشكلتك. ضمي شعرك إلى الخلف هكذا. هذه تسريحة جميلة، لكني لا أعرف كيف أنفذها. أريني طريقة أرجوك. بكل سرور. أولاً اسحبي شعرك للخلف، ثم افصلي جزءاً صغيراً منه هكذا. ما الذي تفعله لشعري؟ ثم سألفه مرة أخرى ومرة أخيرة حتى تكون الرابطة محكمة. وانتهيت، سأرتبه الآن. لمسة أخيرة وأصبحت التسريحة جاهزة. يا إلهي، شكرا جزيلا يا إيفا. ممتاز، لم يعد شعري يعترض طريقي. حان وقت اللحظة الحاسمة. سألمس الأرضية بيدي فقط دون شعري. واو، شكرا إيفا. لنواصل التمرن. باه، أمل أني تركت أشيائي في خزانتي. لقد نسيت مفتاحي. أنا محظوظة. هيا يا حقيبة الظهر الغبية، انزلي عن كتفي. ادخلي هناك وابتعدي عن وجهي. مستعدة للتشجيع. يا إلهي، لقد علق شعري في خزانتي. اتركيني، هذا مؤلم. حسناً، هيا يا فريق، هرينا أن بإمكانك الفوز. آسفة لتأخري، لا يمكنني أن أصدق أنك تأخرتي مجدداً. مرحباً مرحباً. حسناً، أنا مستعدة للتشجيع. هيا لنتدرب على الرقصة الجديدة. هجل، لقد أتقن هذه الرقصة تماماً. شعرها جميل للغاية. حسناً، سنزيد الحماس. طاقة أكبر. حسناً، إن كان ذلك مطلبكم. صدمني شعرها في وجهي. إنك تصدمينني بشعرك. لا تضربيني، سأتفاداك بهذه الطريقة. كلا، بدت تلك سقطة قوية. هيا، لدي خطة، اتبعني. مرحبا بكما، ماذا هناك؟ سنصلح هذه المشكلة مرة وللأبد. ها نحن ذا، انتهيت من الخطوة الأولى، والآن الخطوة الثانية. أحتاج إلى مزيد من ربطات الشعر لهذا الجزء. حسناً، لدي ذيلان، والآن وقت جمعهما معاً. سأقسمهما إلى نصفين وسأصلهما معاً هكذا ذهاباً وإياباً لعدة مرات حتى أصل إلى النهاية. ها أنت ذا، انتهيت، والآن شعرك جميل وتحت السيطرة أيضاً. وها قد عدنا إلى التشجيع. أوهو، الوصول لمكان الحكة، هذا يثير أعصابي. أو وجدتها. بنت، هل يمكنك حك ظهري؟ ماذا؟ حسناً. يا سلام، أشعر بارتياح كبير. هنا بالضبط، جيد؟ واصلي. كم هذا ممتع. هذا جيد. أو أريد ذلك أيضاً. بنت، لديك يدان. هيا، أنتما غريبتان. أوه، هذا مريح. أحتاج صديقات جديدات. لا أصدق أن هذه هي حياتي. للأسفل قليلاً. هنا، خطرت لي فكرة. هيا، أريد رؤية الحلويات أولاً. أنت، شكراً، استديري الآن. أستحق كل لوح شوكولاتة. التالية. حسناً، سأذهب إلى المدرسة. أراك لاحقاً. توقفي. ماذا يا أمي؟ ماذا ترتدين؟ كلا، هذا ليس مناسباً. هيا، بحقك ليست الملابس المبارجة حتى، إنها عادية. رأيت أنباء الطقس اليوم؟ بارد وعاصف. أترين؟ لا ترتدين ملابس مناسبة لهذا الطقس. هذا الشيء القديم المهترئ. حقاً. حسناً، ها أنا ذا، ارتديت السترة. سعيدة؟ أجل، أتمنى لك يوماً طيباً في المدرسة يا عزيزتي.
هذه السترة سيئة، إنها تشعرني بحرارة وبالحكة. هناك ذلك الشاب الجديد، إنه وسيم. الآن فرصتي لأعرفه بنفسي قبل أن تأتي فتاة أخرى. عجباً، هذا مظهر مثير. شكراً لك، أتود السير معي إلى المدرسة؟ أجل بالطبع. ماذا هناك؟ ما خطبك؟ يا إلهي، إنها الكهرباء الساكنة من السترة. لابد من أن ذلك ألمك. شعري جنوني أيضاً. هذه السترة غبية، سأرحل من هنا. ماذا؟ أترين كل شيء على ما يرام يا أمي؟ حسناً، أنت محقة، أحسنتي. استمتعي بالمدرسة. سأفعل، وداعاً. أجل، هذا الشاب الجديد ما زال هنا. أنا متأكدة من أنه بخير. حان وقت نزع السترة، سأنزعها ببساطة. ماذا؟ إنها عالقة. هيا هيا أيتها السترة الغبية، اتركيني. لقد علقت. لابد من شيء لأفعله. كلا، وجهي ومرفقي. هل يوجد ما هو أفضل من الخروج بزي جديد جميل؟ لا يمكن لشيء إفساد هذه اللحظة. ماذا؟ هل هذه حمامات؟ مرحبا أيتها الطيور. هل بلوزتي الجديدة؟ أحتاج إلى الاستحمام. النجدة. لا بأس، ارفعي ذراعيك. حسناً، سأنزعها عنك سريعاً. هترين، وسأهتم بأمر التنورة، أو بالأحرى الفستان الجديد. تصنع شقاً أو اثنين سريعاً، وستحظين بزي جديد. حسناً، أدخلي ذراعك رجاءً. تحتاجين إلى أكسسوار يكمل المظهر. تحتاجين إلى هذا الحزام أكثر مني. كيت أنتهي. برفق. ليس هذا الزي الجديد سيئاً، إنه أجمل من الزي الأول. شكراً لك. لا مشكلة، والآن اخرجي. تباهى يا فتاة، هذا ما أدعوه بحيلة مذهلة للفتيات. علي توخي الحذر مع هذه الرياح. أحب أوقات الظهيرة في أيام الأحد. ها هي دي، هذا لك. لا أفهم. ماذا؟ ما الذي يفعله حبيبي في هذه الصور؟ ومن تلك الفتاة معه؟ شاهدوا كيف ينظر إليها. لا أصدق هذا. صدقي، فالكاميرات لا تكذب. هذا منعش، عليك التفكير في خطوتك التالية. هذا مريع. مرحبا يا حبيبتي، مفاجأة. مفاجأة؟ مرحبا، هذه الأزهار لك وهذه لك. هل تود تفسير الأمر؟ حسنا، هيا تحدث. حقاً؟ وداعاً. لما العلاقة مع الرجال فوضوية؟ كان ينبغي أن أكون أذكى من هذا. لما لا يحبني؟ هذا غير عادل. ماذا؟ إنه كيفن. هل يود الخروج معي؟ واو، سأرسل إليه صورة لتأكيد موعدنا. ليس بعيني الراكون هاتين. كان علي استخدام الماسكارا المقاومة للماء. لا أستطيع إزالتها. هيا. إذن ماذا لدينا هنا؟ ماسكارا لطختها الدموع. أنا في طريقي. مرحبا مجدداً. لنهتم بأهم الأمور. أولاً لنبعده من هنا. ماذا يحدث؟ لن يستغرق الأمر طويلاً. كلا أرجوك، إنه مجرد شريط لاصق. هل ترين؟ سأريك كيف نفعل هذا. بعد أن نثبته في مكانه، نختار درجة اللون، ثم نضعها على الجفن هكذا. لا تنسى وضع المكياج على الجانبين. يبدو جيداً. ها أنت ذي، لقد أتقنت عملي. كيف يبدو؟ هل زالت كل لطخات الماسكارا؟ الآن لدي شعور رائع. أجل، تبدين جميلة. من الأفضل أن أذهب.
شكرا لك كثيرا. ماذا؟ إنها أنا. أترين؟ لم يكن بإمكاني تركك تعانين وحدك. مستحيل. لا داعي للشكر حقا. ودان. هذه لعبة مسلية. ها؟ من الطارق؟ سأختلس النظر من النافذة. يا إلهي خطيبي. مرحبا، هل يوجد أحد هنا؟ لم يرني على الأرجح. أحتاج إلى مكياج بسرعة. متلعي. ماذا سأضع أولا؟ سأبدأ بكريم الأساس. البودر يكفي. لماذا لا يتوزع جيدا؟ هذا مزعج. جيد، حان دور الماسكارا. لثبات. ليس لدي وقت. ما الذي يؤخرها؟ استعجلي. يا إلهي انتظر قليلا. هيا. أين أحمر الشفاه؟ هذا اللون جميل لكن لا أستطيع وضعه. ما المشكلة؟ وجدتها. سأستخدم أظافري. هذه حيلة جيدة. سأوزعه على شفتيه. أنا جاهزة. أهلا يا وسيم. أعتذر على التأخير. تبدو مثل مهرج. تبدين رائعة. زهور، هذا لطف منك. أمل ألا يرانا أي أحد. أنا أعشق السوشي. عيدان الأكل جاهزة. يبدو شكله شهياً. طعمه لذيذ. لا تأكلي كل السوشي. يا للهول، إنها تأكل بسرعة. على مهلك، يفترض بنا مشاركته. استخدام عيدان الأكل سهل. ربما إن... كلا، ماذا عن؟ لا تزال تأكل. لن تترك أي شيء لي. لا أستطيع التوقف عن الأكل. هيا يا عيدان الأكل، تعاوني معي. لن أستخدمها، سأكل بيدي. أخيراً، بثبات إلى فمي. اقتربت كثيراً. أنت السبب. أو لحظة، لدي فكرة. هذا الطبق لي. سأغرس أظافري في السوشي. سأستخدم كل أظافري. يبدو هذا السوشي شهياً. لم تتركي أي شيء. أو هذا مقزز. لا أكثر، أنا جائعة. يجب أن أنهي هذا الواجب قبل الفسحة. واو، تبدو آني مذهلة اليوم. واو آني، شعرك المموج مذهل. شكرا، لقد أردت تجربة تسريحة جديدة. أوه، شعر آني مميز. هذه التسريحة مناسبة لك تماما يا آني. أوه، توقف، أنت تعاكسني الآن. شعري ناعم وممل كالعادة. لحظة، أظن أن القلم قد يساعد على تغيير مظهري. سألف شعري حول القلم وأنتظر قليلا. انتهيت. أظن أن هذه الطريقة لم تنجح. شعري ميؤوس منه. من الأفضل أن أعود للدراسة. حسناً، سأبدأ بتدوين الملاحظات. تباً، قلمي لا يعمل. سأنفخ عليه حتى يعود للعمل. المعذرة، هل لديك قلم يمكنني استعارته؟ المعذرة، هذا الوحيد معي. إيفا، هل يمكنني استعارة قلمك؟ تبدين حزينة. أنا حزينة لأن شعري ممل. هذا سبب حزنك؟ يمكنني مساعدتك. انظري، خذي خصلة من شعرك. سأستخدم إصبعين للف الخصلة حولهما، ثم سأسحب الطرف من الحلقة هكذا. بعد ذلك، سأسحبه للأسفل حتى تثبت الخصلة. تبدو الطريقة سهلة. لا أستطيع الانتظار لرؤية الخصلة المموجة. توقفي، لا تفكيها بعد. يجب أن تنتظري لدقيقة واحدة على الأقل. حاضر، سأعد الثواني. حسناً، يمكنك فكها الآن. واو، لا أصدق أن الطريقة نجحت. يمكنني الحصول الآن على شعر مجعد ومميز. إيفا،
يبدو الشعر المزعد رائعا عليك. شكرا يا آني، الفضل يعود لك. العفو يا صديقتي، حان الآن وقت العودة للمغازلة. لحظة، أين ذهب؟ أوه، لابد أنك تمزح معي. لقد توقعت ذلك، لم تكن ستحصل على هذا الشعر بدوني. تبدو هذه الماسكارا مذهلة. حسناً، ما التالي؟ أعلم ما سأفعل. أوه جميلة، ماذا تريدين؟ ابتعدي. ولكن أنت شريرة، هذا ليس عادلاً. أوه لدي فكرة، أخيراً يمكنني إنهاء وضع مكياجي. تضع هذا الكونسيلر برفق، بلطف وهدوء. هيهي، الجريمة المثالية، تبدو جيدة. أوه، هذا ما أحتاج إليه تماماً. ماذا؟ ليس بهذه السرعة، توقفي عن أخذ مكياجي. ولكن لديك الكثير. نانا، على الأقل ما زال لدي هذا، سأبدو جميلة جداً. أحتاج إلى شيء لأضعه به. أوه حسناً، سأضعه على وجهي مباشرة فحسب. أظن أن هكذا يعمل الأمر. حسناً، أظن أن هذا يكفي. لا يمكن لدي تطبيقه على وجهي، لابد من وجود شيء يمكنني استخدامه. هذا البالون قد يكون مفيداً، أظن أن بإمكاني إنجاح هذا. سأنفخ البالون ثم أربط فيه عقدة، يمكنني استخدام هذا لمزج المكياج. واو، إنه ينجح. يبدو جيداً. أحتاج إلى المزيد من المزج. أين الكونسيلر خاصتي؟ مهلاً، أنت ماذا تفعلين؟ أعطني إياه. ماذا تحصلين على كل الأشياء الجميلة؟ هل تريدين البالون؟ أحسنت عملاً في وضع مكياجك، علي استخدام هذا في المرة القادمة. ألقي نظرة. شكراً يا أختي. أخبرته أنها تحتاج إلى مرافق لحضور الحفلة. هذه القصة مملة. والدو؟ مستحيل، نامت المعلمة. لا أريد تلك الطبشورة. أجل، إنها غارقة في النوم. إنها فرصتي لوضع بعض المكياج. لمسة سريعة. صادتها المعلمة. لماذا أشعر أن هناك شخص حولي؟ مرحباً، أعطني المكياج حالاً. أشعر بغضب عارم. أتفهم غضبك لأنها صادرت مكياجك، لكن انظري، لدي سر. هذا صحيح، هناك بودرة في كوبي. أحضرت كوباً فارغاً وقلبته، ثم أضفت بعض الغراء على قاع. ممتاز، حان وقت المكياج. وضعت البودرة على الغراء وانتظرت حتى جف. يا للروعة، مكياج مخفي تحت كوبي. كما أضفت الغطاء حتى يبدو كوبا حقيقيا، لكن لم أنتهي بعد. كيف سأضع البودرة بدون الفرشاة؟ قصصت حافة شفاط بهذا الشكل وأدخلت الفرشاة فيه، ثم أضفت شفاطا آخر لإخفاء الفرشاة بالكامل. بعد ذلك أدخلتها في فتحة الغطاء. واو، هذا مذهل، إخراج الفرشاة بسهولة. حان وقت تعديل مكياجي. لحظة، ما الذي يحدث هناك؟ يجب أن ألقي نظرة عن قرب. المشروبات مسموحة في الصف. علي الانتهاء من أخذ هذه الملاحظات، هذه نهاية الصف. انظر إلى هنا، القطط حمقاء للغاية، أحبها كثيراً. عليه ملاحظتي الآن. يا لها من خرقاء. خرقاء؟ حسناً، ربما يحب الخرقاوات. انظر كما أنا ذكية. ما ذلك؟ إنها تريني كتاباً. أجل، لا أحبذ الكتب، إنها غبية. الكتب غبية؟ لا ينجح أي من هذا. حسناً، طفح الكيل، علي تجربة شيء متطرف على ما أظن. لغة بسيطة، شيء سيفهم. وجدتها. يا إلهي، لقد دخلت لتويها. كلا كلا كلا، سأخفي الدليل، لم أفعل شيئاً.
القطة تحبها. انظروا من جلست بجواري لتوها. مرحبا، كيف حالك؟ ما الذي يميزها ولا أملك؟ لماذا تحصل على كل انتباه الصبيان؟ على اللحظة فهمت، إنه شعرها، لكن ليس لدي شعر طويل مثلها ولا مشى بك شعر جميلة. مهلا، ربما هناك ما يمكن أن أجربه. آسفة يا قلمي، علي تفكيكك لأجل هدفي. حسناً، سأضع بعض الغراء الساخن على طرف النوابض الصغيرة، ثم سأضيف إليه دائرة صغيرة. ها نحن ذا، لقد ثبتت في مكانها بالغراء ولن تذهب إلى أي مكان. والآن علي لف شعري هكذا. سأضع المزيد في أماكن مختلفة أيضاً. أجل، لقد نجحت تماماً مثلما توقعت. حسناً، معذرة، مرحباً. تبدين مختلفة تماماً، أحببت شكلك. رائع، تجديد مظهر مذهل. ماذا؟ ألم يرى فراشاتي؟ لا يهم، لا أحب القطط حتى. هذه أفضل فكرة خطرت لي، أنا مستعدة للاختبار الآن. الإجابات على أطراف أصابعي. تصرفي بعفوية، لا تفضحي نفسك. سأحصل على الدرجة كاملة. حان وقت الغش. يا إلهي، أنا في مصيبة، النجدة. ما أحتاجه بالضبط. بنت، ماذا؟ هل يمكنك مد يد المساعدة لي؟ طبعا، ما المانع؟ تفضلي. عظيم، شكرا. استعجلي. هنا. حقا، برفق، أنت تؤذينني. لحظة، بقي آخر رقم. انتهيت، رائع. هل انتهى الوقت؟ لكن لم أحل اختباري. هذا سيء، أحتاج المزيد من الوقت، سأحاول أن أسرع. سلموا أوراق الاختبار. لكنني لم، هذا ظلم. أنا سعيدة لأننا نفعل هذا. لنلتقط صورة ذاتية، ابتسمي. سيبدو هذا لطيفاً. انظري إلى الأعلى، توجد مروحية. هاشلي، تفقدي هذا. واو، هذا رائع جدا ومثير للرياح. الرياح تتوجه إلى طريقنا. شعرك فوضوي. حقا، حسنا، هذا سيء. إنني أحب مظهره. لا تقلقي، لدي فرشاة. شكرا. قد يستغرق هذا وقتاً. أشعر بملل شديد. أخيراً، عاد شعري إلى مظهره الطبيعي. استيقظي يا ماندي، يمكنك استعادة هذا، تبدين رائعة. لنحتسي بعض الصودا. كلا، لقد عادت. أحتاج إلى حماية شعري. استرخي، لدي فكرة. سأقسم شعرك وأمسكه بينما تستديرين. استمري، كدنا ننتهي. والآن سألفه في شكل كعكة، وسأستخدم ربطة الشعر هذه لتثبيتها في مكانها. واو، كنت أبحث عن مظهر جديد لي. والآن يمكن الاسترخاء. إنها تعود مجدداً. إنهم يفعلون ذلك بشكل متعمد. وقد ثبت شعري في مكانه. أنت عبقرية يا ماندي. أعرف ذلك. لنلتقط صورة ذاتية أخرى، نبدو رائعتين. هو طعامك؟ هذه وجبتي، سأضع تقييما سيئا للغاية على مستوى الخدمة. وهذا أيضا. الآن أصبح أفضل، أنا جائعة للغاية. أهلا، لدي فكرة أفضل، سأخذ قليلا من المربى وأستخدمها لتلوين الوجنتي. هذا أفضل، لكن ما يزال هناك شيء ناقص. أعرف، سأستخدم الملعقة لأخذ بعض الفتات من القضبان. يحتاج كل شخص إلى قليل من التألق في حياته، وسأستخدم هذا النبات بطريقة مفيدة. يجب ألا أنسى حاجبي، أحب لون هذه الحجارة، سأصنع منها مظلل عيون رائع. والآن أشعر بأنني عدت إلى طبيعتي. جيد، لا يوجد أحد بالجوار. تصرف بشكل طبيعي ولن يشك أحد في شيء. أنا أنظف الأرضية، لا شيء غريب يحدث هنا. عمل شاق، ما هذا؟
المشكلة؟ هل هو مكياجي؟ أعتقد أنه ينبغي أن تلقي نظرة بنفسك. ماذا؟ لماذا أبدو مثل المهرج في المرآة؟ هذا محرج للغاية. هل هذا أفضل؟ ليس مخيفاً، لكن لدي شيء يمكنه مساعدتك. ما هو؟ انظري، اخدمي نفسك بنفسك. رائع، هل هذه مستحضرات تجميل؟ أشكرك. ما رأيك الآن؟ انظري بنفسك. مدهش، أحب هذا القميص. أعتقد أن السجن ليس سيئاً على الإطلاق. ما أجمل النوم. صحيح، وضعت لفاتيكيرلي على شعري. أنا متحمسة لخلعها. سأبدأ الآن. آمل أن يبدو شعري رائعاً. أزلت أول لفة وثانية. سأحصل على خصل ممودة. ماذا؟ لا يزال ناعماً كالعادة. أين الخصل المجعدة؟ هذا ظلم. أريد شعراً مجعداً. ما الأمر؟ ماذا حدث؟ ما المشكلة؟ شعري غير مجعد. حقاً؟ هذا سبب بكائك؟ أعطيني ثانية واحدة. يمكنك تجعيد شعرك بمقواة الشعر. إنها تفرد الشعر ولا تجعده. كيف أحصل على هذه الخطر الممووجة برأيك؟ طيب، أظن أني فهمت. سأخذ خصلة من شعري ثم سألفها بالكامل حتى الطرف بهذا الشكل. حان الآن وقت استخدام مكواة الشعر. سأمررها على الخصلة الملفوفة هكذا. تحولت إلى خصلة مموجة وجميلة بكل سهولة. إنها أفضل من آلة تجعيد الشعر. إنها مموجة بشكل جميل. هل تسمعيني؟ أجل، أنا معك. حان وقت الاستعداد للمدرسة. يا لها من غريبة. شعري جميل الآن. أين أجلس؟ يبدو هذا المكتب جيداً. كلا، لا تجلسي هنا. علي الإسراع. ابتعدوا عن طريقي. تحرك أيها الأخرق. هذا مكتبي. وصلت هنا أولاً. اعثري على مكان آخر لتجلسي فيه. هل أنت جادة؟ حسناً، لنفعل هذا. أريني ما لديك. ستهزمين. حجر ورقة مقص، انطلقي. حسناً. هاجل، لقد فزت. المعذرة يا فاشلة. أشلي هي الأسوأ. هل ستبكين؟ هذا هو المكتب المثالي، بجانب المجلدات تماماً. خذي مجلداً وقصي الغلاف الخلفي. ضعي الغراء على المجلد. تأكدي من وضعه حتى الأسفل. اقلبي المجلد على جانبه وألصقي مجلدات مخصوصة به. وكرري هذا بمجلدات أخرى. ثم ألصقي مجلداً آخر في النهاية. كانت تلك فكرة رائعة. مخزوني السري من المكياج. لدي كل ما أحتاج إليه هنا. ولم يتطلب الأمر سوى بعض الإبداع. كان علي الجلوس هنا. علي أن أبدو بمظهر جيد في الصف. والآن أبدو كذلك. مستحيل، كيف ذلك؟ ها تغارين؟ كلا. هذا مكياج؟ أين نظارتي؟ كنت أبحث عن هذا القلم. ظننت. لا تهتمي. أحب ظل العيون، إنه لطيف. أنا نسانة. من الأفضل أن أعد أغراضي. مرحباً. ظننتك شبحاً. مضحكة. أنت شاحبة للغاية. أيا كان، أنا متعبة كثيراً. ربما علي مساعدتها. لابد من شيء هنا يمكنها استخدامه. هذا مفيد فعلاً. انظروا إليها. استيقظي. ما الأمر الآن؟ يمكنك الحصول على هذا. غراء رائع. أنت طيبة. اسكبيه. حسناً، ولكني أعلم ما هو الغراء.
ماذا يحدث؟ أهذا مكياج؟ أي سحر هذا؟ تفضلي، استخدمي هذا لتصبحي مقبولة المظهر. حسناً، ولكني مرتبكة كثيراً. خذي زجاجة غراء فارغة، نظفيها وانزعي الغطاء، وخذي كريم الأساس المفضل لديك واملئي به زجاجة الغراء، وحين تنتهي ضعي الغطاء مجدداً وسيكون لديك مخزون سري من كريم الأساس. لقد فهمت، شكراً، لا مشكلة. هذا أفضل بكثير، كيف أبدو؟ رائعة، تفضلي. يا له من نوع هانئ، حلمت أني رابونزل وكان الأمير وسيما للغاية. يا لها من طريقة رائعة لبدء يومي. يا له من كابوس بشع، كل تلك الحمم والحرارة. يبدو شعري وكأنه خرج لتوه من حفرة نيران. أنا أتضور جوعاً. أحاول التركيز. ها؟ يبدو هذا لذيذاً. أو ماندي، هل أنت بخير؟ لابد أنك تحبين هذه الساعة كثيراً. ماندي، يوهو، ماذا تفعلين؟ أو لا شيء، لا تهتمي. حسناً أيها الطلاب، هذا مهم. أعرف ما سأفعل، سأتناول وجبة خفيفة بسيطة، إنني أتطلع لهذا. أوه، انظروا إلى هذه الدونتس فحسب. ماذا؟ عليها كريمة التزيين الوردية المفضلة لي. هذا لا يصدق، طفح الكيل. أهم، ماندي، الطعام ممنوع في الصف. كنت أعمل أنك لم تلاحظي. كان ذلك واضحاً نوعاً ما. لا مزيد من هذا، حسناً. أريد تناول قطعة دونتس فحسب. أوه، تمنحني ربطة شعر صاني فكرة. سينجح هذا، يبدو جيداً ورائحته جميلة. هل أشم رائحة دونتس؟ حسناً، هذا غريب. لقد خضعت تماماً، أظن أنني أستحق مكافأة. واو، هذا ذكي جداً. هل يمكنني تناول واحدة؟ تفضلي. واو، شكراً. كريمة تزيين وردية. ما هذه الضوضاء؟ درس رائع يا آنسة. أوه، شكراً لك على ما أظن. انتباه يا طلاب، سيكون هذا في الاختبار. أكره صف الرياضيات، المعلمة مشغولة، إنها فرصتي. أين هو؟ الرياضيات مثيرة للغاية. ماذا؟ هيا، وجدت أشلي. مرحبا، ماذا تفعلين؟ أنا لا شيء، أنا أراقبك. كان ذلك وشيكا، علي الإسراع. كلا، ليس ما أريده. لا يشك في أحد. أشلي، أبقي يديك على المكتب. ها هي، سعيدة. لا مزيد من الهراء. عجبا، إنها غاضبة ولكنها لم تقل شيئاً عن قدمي. أنا مسرورة جداً لممارسة اليوغا. كنت أصل، هذا صعب. كلا، مجدداً يا أشلي. وصلي. حسناً، نجحت وحصلت على مكياجي. مهلاً، حافظة الأقلام تعطيني فكرة، قد ينجح هذا. أزيل الغطاء والأقلام من الحافظة. ضعي الغراء على حافة قلم رصاص صغير، ثم ضعي القلم داخل الغطاء. كرري هذا مع أقلام أكثر. أقللي حتى يمتلئ الغطاء كله، ثم ضعي مكياجك داخل الحافظة. تأكدي من اختيار الأساسيات فحسب، ثم ضعي الغطاء. حافظة المكياج الخاصة بي للصف، ولن يعرف أحد. هذا مكياج؟ كل ما أحتاج إليه هنا، ما أحتاج إليه لإضافة لمسات سريعة. فكرة ذكية، أليس كذلك؟ أحببت تلك الفكرة. كنت أنتهي، ها أنا ذا، ما التالي؟ ها،
أو علي تصفيف شعري بشكل ما. ستبدو التجاعيدات جيدة. والآن علي الانتظار. ينبغي أن يفي هذا. ماذا؟ أين التجاعيدات؟ لماذا لا ينجح هذا؟ لا أفهم السبب. الأسلاك، هل أكلتها؟ ماذا؟ يستحيل أن أتمكن من إصلاحها. لماذا يحدث هذا لي دائماً؟ لن أحظى بتجاعيدات أبداً. هل كل شيء بخير يا عزيزتي؟ ما الخطب يا عزيزتي؟ حالة التجاعيد خاصتي لا تعمل، انظري. ربما يمكنني إصلاح هذا. أحتاج إلى فرشاة الشعر هذه فحسب. ماذا؟ أمي، أريد تجعيدات. أولاً سأخذ قليلاً من شعرك وسألفه حول فرشاة الشعر. سنلفه بشكل محكم. نحتاج إلى حرارة، لذا يمكننا استخدام مجفف الشعر. ثم نفك شعرك لأسفل. مستحيل، وصلي يا أمي. هذا سهل جداً، سيلائمك هذا جداً. هذه آخر خصلة. حسناً، لقد انتهينا. ما رأيك؟ هذا مذهل، شكراً يا أمي. على الرحب والسعة يا عزيزتي، استمتعي بوقتك. حسناً، حان وقت المكياج. واو، هذا اللون رائع. إنه مثالي تماماً. حسناً، إنه جاهز. هيا بنا. أجل، نجحت الحيلة. لم أتوقع ذلك. نبدو جميلتين، كفك. انظروا إليه واقفاً هناك. إنه لا يدري حتى بوجودي. انظروا كم هو ذكي. أحبه كثيراً. هل هذه حبيبته؟ ما الذي يعجبه بها على أي حال؟ غالباً كثير، لن أبدو مثلها أبداً. مرحباً يا عزيزي. لما كان علي الجلوس بينهما؟ على الأقل أنا قريبة لمن أحبه. من السيء أنني خفية بالنسبة إلي. مرحباً أيتها الجميلة. هذه رسالة لحبيبي. هل لا تمررينها إلي؟ ماذا؟ إلي، اتفقنا؟ على أي حال؟ وهل أنا ساعية بريد؟ المكتوب فيها على أي حال؟ هل أنت جادة؟ لا أريد إعطائه هذا. هذا مزري، تفضل. ماذا؟ لقد أرسلت إلي بعض القبولات. قبولاتي لك أيضاً. كأن المدرسة ليست صعبة كفاية. لقد مللت جدا من العيش هكذا. أنت جميلة جدا، بل أنت جذابة جدا. هذا مرهق. هل تبدو مثل تلك الفتيات الجميلات؟ ذوات الشفاء الكبيرة الجذابة؟ ربما علي تنفيذ هذا بنفسي. ربما يحتاج شعري إلى مزيد من الكثافة. طلاء الشفاء بداية جيدة. من الأفضل أن أضع الكثير. أنا جميلة. سأصنع الآن طبعات جميلة. هل شفتي رفيعتان هكذا؟ لا يتسنى لي أن أستريح أبداً. يلا طلاء الشفاء الغبي. هذا مزعج جداً. لا أستطيع التعامل مع هذا الشعر المفكوك. مالاً؟ مالاً لحظة؟ ربما يمكنني استخدام هذه الأربطة على شفتي. علي أن أضخ الدم فيهما. أبدو أفضل بالفعل. علي الانتظار الآن. حسناً، ينبغي أن يفي هذا بالغرض. هذا ما أردته. إنهما سميكتان وجذابتان. هذا مختلف تماماً عن شفتي رفيعتين سخيفتين. هذا مثالي. أشعر بثقة أكبر في نفسي بالفعل. أنتما الاثنان مجدداً. لست متأكدة ما المضحك، لكن حسناً. يمكن الاثنتان لعب هذه اللعبة. ماذا؟ ما هذا؟ لقد أرسلت إلي قبلة.
أراك لاحقا يا عزيزي. واو، هلية جديدة. أنت أعطني هذا. لا يا حبيبتي، أنا أحبك. أحتاج إلى تعديل مكياجي فحسب. يمكن لحاجبي أن يكون بشكل أفضل. يحسن الحظ معي قلم الحواجب. أو كلا، أحتاج إلى الوصول إلى الصف. لا يمكنني التأخر مجددا. مرحبا، كيف حالك؟ يا إلهي، عليك رؤية بابي. ما خطبها؟ أوبس، احذري. كتبي. لا بأس، سأساعدك. تفضلي. أوه، علي الهرب. حسنا، كان ذلك غريبا. هل لدي شيء عالق بين أسناني؟ لا أعتقد ذلك. تفقدوا هذا جميعاً. تفقدوا هذا جميعاً. واو، وكأن هناك دودتان تعيشان على وجهك. هذا قاس قليلاً. عذراً، أظن أن هذا الصف الخطأ. اهدوا، انتهى العرض. أين جابي؟ أنت ذا، أسرعي. أنا آسفة للغاية، لن تصدقي ما حدث أبداً. هذا مظهر مثير للاهتمام. عليك رؤية هذا. تستحيل، حاجبي هائلين الحجم. دعيني أساعدك. ارسمي خطا مموجا على حاجبيك، ثم ارسمي الشكل الخارجي لحاجبك، ثم ابدأي بملء الفراغات. يعطي هذا انطباعا لأن لديك حاجبين عريضين. والآن استخدمي فرشاة الحواجب لتعدلي اتجاه الشعر كما أنه يبقي الشعر في مكانه. ها نحن ذا، هذا أفضل بكثير. ما رأيك؟ أبدو طبيعية. واو، شكرا. لا تنظرا إلي، يبدو أن إحداهن تحتاج إلى مساعدتنا. يمكنني تولي هذا.